السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أختي، هل تريدون أن تعيشوا 2000 سنة صيام وقيام؟ بل 5000 سنة صيام وقيام؟ بل 10000 سنة صيام وقيام؟ فاسمعوا لهذا الحديث وبخاصة يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والحديث صحيح، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي وابن حبان وصححه الألباني. وقال أهل العلم: لم نسمع حديثا أكثر أجر من هذا الحديث. وتفسير من غسل يوم الجمعة واغتسل، قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: من غسل يوم الجمعة واغتسل، أي غسل نظف جسمه ثم اغتسل كالغسل الأكبر من الجنابة. وقال الشيخ الألباني في تفسير من غسل يوم الجمعة واغتسل رحمة الله عليه، أي غسل كالغسل الأكبر يوم الجمعة، ثم أمر زوجته حتى هي بالغسل الأكبر حتى هي يوم الجمعة. وبكر وابتكر، أي خرج باكرا، ومشى ولم يركب، ودنا أي قرب من الإيمان فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. فتخيل يا عبد الله، لو طبقت هذا الحديث وذهبت 2000 خطوة أم 5000 خطوة، ف5000 سنة صيام وقيام ستكتب في ميزان حسناتك يوم القيامة. وتخيل لو رجعت كذلك مشيا 5000 أخرى، بل أصبح العدد 10000 سنة صيام وقيام. وتخيل يا عبد الله الأكثر في ذلك، لو نشرته بين الناس، نشرته عبر الواتساب أم عبر اليوتيوب أم بين الناس، فكم لك من الأجر. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم شيئا وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومن بينهم علم ينتفع به. فانشروا هذا الحديث يا أيها الإخوة الكرام، كل يوم الجمعة يكون كأجر كل من طبقه وكل من عمل به. فتخيل لو عمله أناس آخرون وأنت تتزود وأنت لا تدري. وتخيل لو كنت في قبرك وانقطعت عن الدنيا وملذاتها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي العمل الصالح. فانشروا هذا الحديث، وهو من أعظم الأحاديث. وأسأل الله عز وجل أن من نشره أن يفرج الله همه، وأن يقضي دينه، وأن يغفر ذنبه، وأن يرزقه الله الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقه. وبهذا الحديث يكون كذلك في ميزان حسنات والدك إذا نشرته: فالولد من حسنة أبيه. فتزودوا يا أيها الإخوة الكرام، وخير الزاد التقوى. ولا تفرطوا في هذا الحديث واعملوا به. وأسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.